بقدوم اول نوفمبر لازم تفكروا بلي هذه البلاد هذه ما جاتش هكذاك. هذا النعيم اللي رانا نتنعموا فيه، وانا نقول كاع الجزائريين ما تنساوش التاريخ. على بالي بلي التاريخ هذايا كاين بزاف اللي ما يعرفوش. احنا نقولوا بلي هذه البلاد ما جاتش بالسهل، ونقولوا حتى للمجاهدين اللي راهم في الحياه قراصة على هما كما يقولوا، والنضال تاعهم وكما يقولوا الرجال الحقيقيين حتى يعني اللي استشهدوا، نقولوا ربي يرحمهم هذوك مجاهدين. نقولوا اول نوفمبر لازم ما نقولوش نحتفلوا، لازم نتفكروا حتى الاجيال القادمه. عجل كاين اللي ما على بالوش بالاستوار، فرنسا وجحا راسها راحت، والله غير راحت بالنار، راحت بالرجال. فرنسا خرجت بالنار. ونزيد لكم حاجه واحده اخرى، بلاصه اللي راه فيها اعلام، هذاك الاعلام لو كان ما طلعوش المجاهدين وجابوها مساكن، وكاين اللي استشهد الضو ما شافوش، باش حنا ما نقولوش نتنعموا، باش حنا نعرفوا حاجه واسمها الاستقلال. لهذا حنا كي نهضروا على الشهداء لازم كاع نرفضوا ريصالنا، ولازم كاع نديروا تحيه العالم. بلادك تحبها، عندك دراهم ولا ما عندكش، الوطنيه انا قلت الوطنيه تغرس في الجزائري الاصيل، كان عنده دراهم ولا ما كانش عنده، لان كاين بعض الناس يجيب لهم ربي ان الوطنيه تتشرى. لهذا اقول من المنبر هذا، يعني كما يقولوا الجزائر هذه كي نهضروا عليها نهضروا عليها دائما بالخير. انا نقول لكم من المنبر هذا، انا نحب الجزائر ونحب بلادي، باسكو بلادي هذه الام الثانيه، قلت ان الجزائر هي الام الثانيه. لهذا اقول انا اللي ماتوا ربي يرحمهم، باللي البلاد هذه ماتوا عليها الناس وما زال كما يقولوا الناس في الحياه. لهذا اقول من هذا المنبر تحيا الجزائر والشهداء ربي يرحمهم. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.